السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا المقطع سنريكم جهاز شريته الأسبوع الماضي. طبعا هو جهاز عبارة عن مايك لتسجيل الصوت، يمكن من خلاله تسجيل الصوت على الكمبيوتر، وأيضا يمكن توصيله مع سماعة خارجية لتشغيل الصوت وتضخيمه والتحكم بالإعدادات الخاصة فيه. طبعا هذه القاعدة. وهذا الستاند. وهذا الجهاز الذي يعني يمكن من خلاله التحكم بالمايك. طبعا هنا في خطأ، يعني كانت مكسورة فركبتها، يعني شيء بسيط يعني. المهم هذا السلك الذي نوصله بالكمبيوتر أو بالسماعة. وهنا القاعدة حقت المايك، وهنا أيضا قاعدة المايك حقت الستاند، يعني نثبت فيها المايك. وهنا الاسفنج اللي الخاصة في إزالة الهواء أو التشويش، وهذا سلك الشاحن، وهذا سلك اللي هو IOX معروف، وهذه القطعة تحول الـ USB إلى سلك أو منفذ IOX، وأيضا منفذ لتسجيل الصوت. طبعا هنا كتالوج، يعني ما يهمنا كثير. وهنا أيضا هذا عازل للصوت، يعني أو للهواء الخارج من الفم، فيقوم بإزالة الهواء الخارج من الفم أو تشتيته. الآن كما ترون استعراض لجهاز الميكروفون، وهنا الجهاز الذي يمكننا التحكم بالصوت، يمكننا أيضا من إضافة أصوات يعني. وهنا كما ترون يعني نستعرض لكم الستاند كيفية يعني إنه مرن ما شاء الله وقابل للتشكيل. الآن نقوم بعرض لكم، نشبك سماعة خارجية لنرى كيفية عمل هذا الجهاز اللي هو يستطيع التحكم بالصوت، لنرى ماذا يمكن للجهاز أن يعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تجربة لأداء البرنامج. طبعا تلاحظون هنا وجود هنا اختفى الصدى، طبعا هنا تنخفض الصوت، طبعا هذه اعدادات الصوت. عندنا هنا مجموعة من الأصوات، كما ترون طبعا نستطيع تغيير الصوت إلى صوت يعني ضخم أو صوت أنثى أو صوت طفل صغير مثلا من خلال الضغط على هذا. Female voice. ألو ألو، السلام عليكم. تغير، تلاحظون تغير الصوت. Male voice. ألو السلام عليكم.
كيف الحال؟ Lolly voice. السلام عليكم، كيف الحال؟ Monster voice. السلام عليكم، كيف الحال؟ وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.